سعيد، يعني استاذ عيد اليوم نعزوك انت بحكم انك يعني فنان وقريب للفنان صالح الابيض، وشنو تقول في هذه الفاجعة اليوم؟ تفضل سيد عيد. والله ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع وان لفراقك يا عميد الكوميديا يا نجم النجوم يا مبدع يا رائع استاذ صالح الابيض، ان لفراقك لمحزنون رحمك الله رحمة واسعة واسكنك فسيح جناته. عزاء صالح الأبيض في كل بيت وفي قلب كل ليبي، أحب هذا الشخصية الجميلة. صالح الأبيض محب للجميع، إنسان طيب ودود اللي عرفه عن قرب كيف ما قال أستاذ محمود مشكور، إنسان يعني لا تمتلك إلا أنك أنت تحبه من أول ما تقابله، يعني إنسان جميل جدا، إنسان يمتلك الروح الطيبة والنفسية الحلوة، ولا يسعني إلا في هذه اللحظات أنا نبي نقرأ على مسامعكم شعر بعث لي أخويا وصديقي مصعب الزوي على الخاص. يقول خوذي تعازي فيه يا بسمتنا، صالح الأبيض غاب عن دنيتنا، يا فكاهة صالح توارة ودنيتا خلاها، اللي بغيبته غيب العين زهاها، قول يرزينا فيه يا ضحكتنا، ربي اللي روحه عطاه خذاها واحنا عليهم بجدة دمعتنا، الله يرحمه ما من قلوب سقاها بشاشة وكان السبب في لمتنا، صلوحة اللي شاشاتنا خلاها نار غيبته عنا اليوم قوتنا. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. بارك الله فيك سيد عيد.